بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة أكمل معاكم حل بوكلة برافو الامتحان رقم 13. الوثيقة الأولى بعنوان أو عبارة عن إيميل من توماس إلى جاك، أوبجيه الموضوع لويك إند بروشان، يوم العطلة القادمة. هنا توماس بول سالي مونامي، اهلا صديقي، سو ويك اند هذه العطله، جي في فير بلين دو شوز انتريسان، سوف اقوم بعمل كثير من الاشياء انتريسان الشيقه. تدبر اولا ساميدي متان، يوم السبت صباحا، جي في الي فير دو شوبينج افيك مامير، سوف اذهب للتسوق مع والدتي. Nous avons besoin de quelques nouvelles tenues. نحن محتاجين بعض الملابس الجديدة. Pour l'été, من أجل فصل الصيف. Alors, إذن, nous allons au magasin de vêtements. إذن, نحن نذهب إلى محل ملابس. Ensuite, بعد ذلك, l'après-midi, بعد الظهر, j'y vais rejoindre, سوف أنضم, mes amis, إلى أصدقائي. بور ان ماتش دو فوتبول، من اجل مباراه كره قدم. دون لو بارك، في الحديقه العامه، بريدو شيموا، بالقرب من بيتي. اون بلوس، اضافه دو سي زاكتيفيتي، الى هذه الانشطه، جي في اوسي، انا اذهب، او جي في اوسي فير ان راندوني، سوف هنا اذهب للقيام بنزهه اون مونتاني في الجبل. Avec mes amis le soir, مع أصدقائي في المساء. Nous allons profiter de la nature. نحن سوف نستفيد من الطبيعة. Dimanche أو بالطبيعة. Dimanche matin، يوم الأحد صباحا. طبعا كل الأحداث اللي فاتت دي كان يوم السبت. دلوقتي يوم الأحد صباحا، لأن احنا عارفين الأجازة في فرنسا السبت والأحد. فعندنا تاني يوم اللي هو الأجازة اللي هو يوم الأحد صباحا. J'y vais aller à la plage. سوف أذهب إلى الشاطئ. Avec ma famille. مع أسرتي. Pour nager لكي أسبح. Et jouer au beach de volley. وألعب كرة طائرة على الشاطئ. Dans l'après-midi بعد الظهر. يوم الأحد. J'y vais aller à un cours de yoga. سوف أذهب إلى حصة يوغا. En plein air في الهواء الطلق. Dans le parc في الحديقة. لسوار في المساء. Nous allons dîner, سوف نتناول عشاء, dans un restaurant, في مطعم. Au bord de la mer, على شاطئ البحر. Cela nous permet, ذلك يسمح لنا, de passer du temps, بقضاء وقت, ensemble معاً, en famille, كأسرة. Et toi, وأنت, comment tu vas passer le week-end prochain? كيف سوف تقضي عطلة نهاية الأسبوع القادمة؟ الأسئلة. واحد. Dans ce mail, في هذا الإيميل، توماس بارلي برانسيبال مو، يتحدث أساسا عن أسرته، دو سي بروجي دو ويك إند، عن مشاريع يوم العطلة، دي صح، اللي هي رقم بي. أما دو سي سويت، عن أمنياته، عن أنشطته في الأجازة. اثنين، توماس فا ألا مونتاني، توماس يذهب إلى الإيه؟ إلى الجبل. هنا بور فير دو سكي، لكي يتزلج على الجليد. بور فير دو لسكالاد، عشان يمارس تسلق الجبل. بور فير دو كامبينج، عشان يعمل معسكر. بور فير ان بروميناد، لكي يعمل اللي هي راندوني. بور فير ان راندوني، هي دي الإجابة الصح، اللي هي رقم دي. يبقى توماس رايح الجبل عشان يعمل ايه؟ نزهة. قال طبعا الكلام ده بالنص اهو. خلاص؟ بنيجي على ثلاثة. ديمانش سوار، يوم الحد بالليل، توماس ماله بقى؟ فا فير دو فوتبول، هيلعب كورة. هنا سوف يذهب للسباحة. فا فير دو يوجا، هيمارس اليوجا. فا اللي دون زان ريستوران، طبعا سوف يذهب إلى إيه؟ إلى مطعم. أربعة، لو ويك إند بروشان، يوم العطلة القادمة، توماس أبوكو دو ترافاي، عند شغل كتير. فا فواياجي أفيك سا فامي، هنسافر مع الأسرة. فا فير دو شوبينج سيل، هيتسوق لوحده. فا باسي دو تون اون فامي، سوف يقضي الوقت مع الاسره. دي الاجابه صح، اللي هي رقم دي.
رقم خمسة، صامدي متان يوم السبت صباحا؟ توماس ماله بقى؟ فا اشيتيني فيتمو، سوف يشتري ملابس. ايوه هي دي اللي صح. اما دي هيروح الشاطئ، سوف يلعب كرة. فا فير ان راندوني، اعمل نزلاء. ستة، او بارك توماس في الحديقة. توماس ماله بقى؟ يا ترى فا جوي او بيتش فولي، سوف يلعب كرة الايه، كرة الشاطئ اللي هي كرة الطايرة. فا بروندا لو دينار، فا باسي لا سواري اون فامي، فا جوي افيك سي زامي، طبعا هيلعب مع اصحابه. الوثيقة الثانية مكتوب في العنوان دينار انتر امي، العشاء بين الاصحاب. جون ا انفيتي سي زامي ا دينار ايير سوار، جون دعا اصدقائه على العشاء امس مساء. إلى ديسيدي دو فير، قرر دو فير إن إنورم سلط، أن يعمل طبق سلطة ضخم. بورسلا من أجل ذلك، بورسلا. إلى بروبوزي أساسير، اقترح على أخته. دو لا كومباني، أن ترافقه. ومارشي إلى السوق، أفان دو، كلمة أفان يعني من أجل. دو فير ديزاشا، من أجل التسوق. بور بريباري لا سلاد، من أجل إعداد السلطة. ساسير ا اكسبتي، اخته قبلت. افيك بليزير، بكل سرور. اي ال سون بارتي، ورحلوا انسومبل معا. او سوبر مارشي، في السوبر ماركت. جون اي ساسير واخته، اون اشيتي دولا ليتي، اشتروا خس. دي طومات وطماطم، دي كونكومبر خيار، دي كاروت جزر، دو بولي فرخه، دو فروماج جبنه، اي دو بير وزبده، دي كلها اللي اشتروه. إل زون إيجالموم أيضا بري إن فينيا جريت سبيسيال، فينيا جريت ديا يعني إن سوس اللي هو صلصة في دولويل معمولة بالزيت. دو فيني اللي هي فيناني اللي هو الخل، فينيجر، دو سيل إي دو بوافرون بالملح والإيه والفلفل. بور لا سلاد، عشان السلطة، يعني جابوا الخلطة دي كلها برضو عشان السلطة. كوند إلزوم فيني ليزا شا، عندما انتهوا من الشراء. إل سون رونتري، عادوا على ميزو إلى البيت. بور كومونسي، لكي يبدأوا. أبري باري لو دينار، في إعداد العشاء. لو دينار آ إي تي أن سوكسي، العشاء كان ناجح. جون أبري باري لا جراند سالاد، هنا جون أعد السلطة الكبيرة. أون أوتيليزون، مستخدما تو ليز انجريديان، كل الايه المقادير او المكونات. كيل زون اشيتي، اللي اشتروها. سيزامي اون بوكو ابريسيي لا سالاد، اصدقائه استحسنوا كثيرا السلطه، حبوها يعني. ابريلو دينار، بعد العشاء. جون اوفيت، قدم اشاك ان لكل واحد منهم. دو سيزامي، من اصدقائه. ان بولدو جلاس، عبوه من الايس كريم. افيك لير بارفان بريفيري، بكل واحد له طعمه الذي يفضله. لوكاس اشوازي لا فانيليا، لوكاس اختار الفانيليا. وايما ابري لو شوكولا، خدت الشوكولاته. اي توماس ابري لا بريز، خد الفراوله. اي جون ابري لا اناناس، وجون اخذ الاناناس. ايل زون ديغوستي، هم تذوقوا لير جلاس الايس كريم بتاعهم. اون ديسكوتو، اثناء المناقشه. اي اون باسون ان اجريابل، واثناء قضاء اجريابل مومو، لحظه ممتعه انصوم بالمعنى. دي الوثيقه كلها. سبعه، جون ابروبوزي اساسير، جون اقترح على اخته. ايه دو ليدي افير لوميناج، ان تساعده في شغل البيت. دي انفيتي سيزامي، ان يدعو اصدقائي على العشاء. دو فير لي كورس افيك لوي، تتسوق معاه، دي صح اللي هي رقم سي. اما تختار الجيلاتي المفضل، لا. تمانية، بولو دينر، بالنسبة للعشاء. جون ابري باري، اعد ايه؟ انجراند سلاد، طبق سلطة كبير. اما دي بات مكرونة، بيتزا، سلاد دوفروي، سلاد فاكهة، لا. تسعة، ابريلو دينر، بعد العشاء. ليزاميدو جون امبري، تناولوا كوم دي سير كتحلية. كلوا ايه؟ دولا جلاس ايس كريم، اما شوكولاتة فريز فراولة، فروماج جبنة، لا. رقم 10، جون افي سيز اشا، عمل مشترياته. اوريون، من قسم بان المخبوزات. فروي اليجيم، الفاكهه والخضر. برودوي دولامير، منتجات البحر.
المربى والبسكويت والشوكولاتة طبعا في روي اي ليجيم. 11 لي زامي دو جون اون اشيتي دو لا غلاس هم اللي اشتروا جيلاتي سون لي على باتيسيري ذهبوا الى محل الحلوى اون شوازي لو ميم بارفام اختاروا نفس الطعم اون شوازي دو ديفران دي بارفام بور لا غلاس اللي هي رقم دي. اخر حاجه لا سير دو جان ها اختي جون مالها اكسبتي قبلت اقتراح اخوها طبعا دي صح اما اختارت الجيلاتي بالفانيليا ابري باري لو دينار ا صاب امي ا في لي كورس سيل يعني عملت الايه المشتريات بنفسها يبقى اخترنا اللي هي الاولى ونتاكد طبعا كده يا جماعه هنا ماشي صح كده بنيجي على سؤال المواقف رقم 13 فودي ماندي ا فوتر مير انت تسال والدتك سوكليا اوريون بريدوي دو لا مير ماذا يوجد في قسم منتجات البحار كيسكيل دي هي تقول ايه اليا دي بواسون يوجد اسماك اللي هي الاولى اليا دي بواسون مشروبات اليا دو بير زبده جاتو طبعا لا رقم 14 هنا فوتر امي فودي ماند صديقك بيسالك سيكو فوزيمي ماذا تحب كومبردوي سكري كمنتجات السكريات كيسك فو ديت هتقول ايه جيم لي فروي دو لامير بحب فاكهه البحر اللي هي الاسماك جيم لي فيل شوكولا هي دي اما هنا انا بحب القهوه بدون سكر انا بحب كتير المزلق 15 فوت ريبيتي فرير اخوك الصغير فودي ماند يسالك او اون فا بور بروندر لو باتو اين نذهب لكي نركب المركب كيسك بودي تقول له ايه جي في اليربورت اذهب للمطار جي في او بورت اذهب الى الميناء هي دي اما دي اذهب للمحطه اذهب الى محطه قطار لا المجموعه الثانيه كل سؤال بدرجتين ونركز 16 فودي ماندي ان كوبان تسال زميل بوركوا البريفير لا كامباني لماذا هو يفضل الريف كيسك دي هو يقول لك ايه النياريان على كامباني لا يوجد شيء في الريف سينيل هذا سيء اليا دو بروي على كامباني لا يوجد ضوضاء في الريف دي صح هنا لي موستيك الناموس على كامباني سي ان يو هذا مزعج اون باسيلو ويك اند على كامباني قضينا يوم العطله في الريف لا 17 فودي ماندي افوتري فرير تسال اخوك سيكو ماذا الفو يلزم بور فير دو تنس عشان يلعب تنس كيسكيل دي هو يقول لك ايه انت بتساله هو هيقول الفو دي بول دو فير يجب كرات من الحديد الفو ان بول اي دو راكت يجب كره صغيره ومضربين دي صح اما دي الفو ان فولا يجب ايه كره خفيفه بتاع ريشه إيه راكت ومضرب الفو ان بالون كره كبيره وسله لا 18 فودي موندي ان كوبان تسال زميل سون افي ان رايو سور لو ان سويتر في السويتر كيسك بوديت هتقول له كومبيان تي بي اي كم دفعت بالسويتر او تي اش تي اين اشتريت السويتر سو سويتر كيسك تي ان بونس ايه رايك فيه دي صح اما هذا السويتر من ايه لا سؤال قواعد شوازي سي لا بون ريبونس خلي بالنا كويس جدا من القواعد 19 نقط الليفو الو بيرا كومبيان عايزه دو وعايزه اسم جامع بعدها كومون تاليفو الو بيرا دي صح كيف ذهبتم الى الاوبرا او تذهبون الى الاوبرا اقول كي ما ينفعش لان عايزه بعدها فعل كانه ما اي ال وهنا او اين ما ينفعش لان المكان موجود 20 بور نقط كما ال ام فير دو باتو هنا عايز ضمير توكيد لال هناخد بور لوي بالنسبه له ال ام فير دو باتو يحب ان يركب المركب اما موا دي طبعا ضمير توكيد للجي وموا ضمير توكيد لان وإي طبعا ضمير توكيد لإيل افيك اس 24 رقم 21 ما مير فا نقط لو ميت سن تذهب عندنا فيرب اللي لو جه بعده نقط وعاقل اخد شي على طول يبقى ما مير فا شي لو ميت سن تذهب عند الطبيب كار الى مال وفونتر لان عندها الم في البطن 22 لو ديفوار دو مات اي فاسيل هل واجب الرياضه كي يكون سهل ونقط اي فاسيل طبعا الواجب مفرد مذكر اذا ناخد لها الاولى نعم هو يكون
ايه فاسيل، ولو بقنا سي ابوستروف كنا خدناه. 23 إليا نقط سوس سور لا بيتزا، عايز اقول يوجد صلصة على البيتزا. سوس دي اسم مفرد مؤنث، اذا ناخد ايه دولار اللي هي رقم سي يا جماعة، يبقى إليا دولار سوس سور لا بيتزا. 24 تي ا انكور فروا، هل ما زلت بردان؟ خلي بالنا من كلمة انكور، لما نلاقي انكور في السؤال يبقى النفي اخد على طول بلس اللي هي الاخيرة، يبقى نو جوني بلو فرواد، انا لم اعد بردان. اما ريان لا شيء، جامي ابدا، بيرسون شخص لا. 25 اليا ان لامبا لو بيرو، يوجد لمبه او اباجوره على المكتب، يبقى سير ماشي يعني فوق المكتب، ما ينفعش اكوتي دو اللي اي، لان دي اي زائد اللي اي تضغم. انتر عايزه مكانين، اجوش عايزه دو. 26 كيل ترام، اي ترماي اون نقط بور الي اون فيل، يبقى اون ايه هنا بروند دي مع الجي والتي، بروند دي صح يبقى نركبه، ليه؟ لان اون بتساوي ال، اما بروندر ده مصدر ورينون دي مع النو. 27 فو بيان مانجي بور اتر ان بون سانتي، يعني هنا الفو فعلي مع الفو هنا ناخد اللي اخره اي زد اللي هي رقم دي يا جماعه، يبقى فو دي في بيان مانجي، يجب ان تاكل جيدا لكي تكون بصحه جيده، لكن دوا دي مع الجي والتي، رقم بي مع النو، دوا مع الوال. 28 بول ا دو تري نقط باسكت دو مارش، عنده عايز اقول كوتشي جميل، كلمه كوتشي دي جمع مؤنث، وعندنا هنا دو بياتي بعدها صفه جمع مؤنث، بناخد رقم بي اللي هي بون باسكت دو مارش، لكن مو دي مفرد مذكر، دي مفرد مؤنث، بون جمع مذكر. 29 اير بالامس مي بارونت سون، بالامس بقى عايز ماضي مركب، وطالما هنا سون يبقى انا عايز اسم مفعول فيه تبعيه، لان ده جمع مذكر، يبقى مونتي ما ينفعش، مونتي لان الاثنين دول المفرد، هنا مونتي جمع مؤنث، هنا مونتي الاخيره جمع مذكر، لان هنا ايه والدي، يبقى بالامس والدي سون مونتي صعدوا دول او ركبوا السياره عشان يروحوا سنتر فيل. نيجي على الاسئله المقاليه، صلي انزلها. تو سوي لي ماتش امبورتان، انت تتابع الماتشات المهمه، خلي بالنا من فيرب سويفري ده. اكيلير لو ماتش فا كومونسي، في اي ساعه ستبدا المباراه؟ الاجابه لو ماتش فا كومونسي افان اير، هيبدا الساعه 8 مساء. او تي فا بور لو ريغاردي، اين ستذهب او اين تذهب لكي تشاهده؟ جي في او ستاد بور لو غاردي بور لو ريغاردي، علشان اتفرج عليه، دي الفيرب ريغاردي معلش. ار اي ابلس. السؤال اللي بعده اكريفي ان ايميل، اكتب ايميل لصديق او صديقه لكي تحكي له فوتر ويك اند درنيير، اقول له ويك اند درنيير يوم العطله الماضيه. جي سوي زالي شي مون اونكل زابت عند عمي على كامباني في الريف. لا هناك جي اي دي مون اونكل على فيرم، ساعدت عمي في المزرعه. جي رامسي ليزيف، انا جمعت بيض. جي سوي مونتي اشيفال، وانا ركبت الحصان افيك مي كوزان مع اولاد عمي. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث انتهينا من حل البوكليت بتاع النهارده رقم 13، ويا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان اواصل معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.